عم يتم نقل المباراة الحلوة كتير يلي عم يكون فيها تنافس بين فريقي دينامو وبيروت، والنتيجة حاليا 39-30. يعني رح استفيد بما أنه عندي وقت، رح أخذ رئيس الاتحاد المين لكرة السلة استاذ أكرم الحلبي لنحكي خاصة عن لقاء بكرة، عن لقاء بكرة لمنتخب لبنان للسيدات، لنسأله قد ايه عندنا حظوظ بالتأهل للديفيجن اي. يعطيك العافية. يعني هيدا الجو اللي عم تشوفه بالأول اليوم قد ايه بيعني لك بظل هالظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها البلد؟ عم نشوف اللعبة عم تجرب تقلق شيء عكس إذا فينا نقول الجو كله يلي عم يصير. غياس انت كنا شايف عم بتثبت أقوالنا اللي كنا نقول أنه كرة السلة اللبنانية ما بتموت. أكيد طبعا. وعطونا شوية وقت وبتقلي رغم كل الظروف، تفضل الجمهور، تفضل الملعب، تفضل الأندية، تفضل الاستثمارات. إن شاء الله هيدا الجمهور بكرة كمان يلبي على منتخب لبنان. هيدا اللي بدي أسألك عنه. نعم عم بتواصل نحن اليوم على تويتر للصبايا محمسين كتير عم يتابعوا المباراة. وهلأ وصلنا كتير مسجز منهم، حتى اشتغلنا على الهاشتاج يدعموا فيه منتخب لبنان للسيدات بكرة عندهم ضد إيران الساعة 4. قدي برأيك عنا حظوظنا نروح للديفيجن اي يلي هي شيء منه شيء هين ابدا؟ يعني منه اكيد منه شيء هين. رح تلعب ضد اليابان، رح تلعب ضد فرق مستواها بين الاول بالعالم مش باسيا، هلا المهم هي قصه رمزيه انه نطلع على ديفيجن اي، خصوصا اليوم الوضع عم يمرق عليه لبنان. مثل ما قلنا اليوم نحن بلبنان نوع من على بكره اذا ما في خبريه عاطله بيشغل بالنا. اكيد بدنا نشوف قد ايه الدولار بحاجه اليوم لشيء معنوي. حتى كنا مع البنات، والبنات يعني المعنويات ما فيك تتصور قد ايه عاليه، بس بنتمنى انه الاجنبيه تقدر تكون ان شيب، لانه لهلا بعد ما فاتت طبيعي يعني الظروف الصعبه، يعني في كثير عالم ما بيعرفوا بريزيدان. كازاخستان فريقهم قوي لا شك، ان شاء الله شعب لبنان جايبين كمان دبليو ام بي اي هاي ليفل يعني بلاير. مزبوط يعني مثل ما شايف، بس انا مبسوط اليوم بهذا الجو، ان شاء الله هذا الجو يرتد على منتخب لبنان كمان ان شاء الله. اكيد انت راضي عن كمان عن مسار البطوله، ورح توقف ب 14 الشهر للتحضير للويندو امام منتخب اندونيسيا، مبارتين على ارضنا ب 26-29 كمان رجال، يعني تم استدعاء 22 اسم 100%. انا عندي هون نداء بدي وجهه من هالمنبر من الام تي في، من القيمين بالدوله عملوا معروف نضلنا هالمرسوم التجنيس، لأنه منتخب لبنان الرجال بحاجة لمجنس من طراز عالي. ما وقت أخرونا رح يكون في اسم جديد يعني ضمن المنتخب اللاعب المجنس، رح يكون اسم جديد اللاعب المجنس مسمان. رح يكون اسم جديد، اسم جديد إن شاء الله. إذا وقال لا لعن نكون على المجوك على أتر، يعني يا أتر مجوك يا اسم جديد. إذا يعني مضى البنات كنا عنا اسم جديد، مع الأسف تأخرت البروسيدور، من مضى المرسوم لهلا بعد من مضى. نتأمل ينمضى المرسوم بأسرع وقت ممكن، لأنه اللاعب جاهز، كل شيء جاهز. عم نحكي هاي ليفل، هاي ليفل هيدا اللاعب إذا أخذ بيروح معنا كأس العالم، بيروح معنا لكأس العالم، وبيروح معنا لأنه عمره ممكن منه كتير كبير 100%. منه كبير كتير، بس قديه برأيك هيدا الشيء ممكن يشكل خطر على الليج اللبناني أنه يمضي أحد الأندية بلبنان ويعمل يغير التوازن؟ هيدا خوف كبير أكيد رح ندرسه، رح نلاقي له الإخراج حتى يكون في حماية للأندية كلها سوا، لأنه عن جد هيدا بغير الكليب كله سوا. بقى مطمن أندية الدرجة الأولى، عم تشتغلوا على هالموضوع، عم نشتغل على الموضوع بطريقة قانونية، لأنه بالنهاية يعني هو إذا كان هاي ليفل هيدا، بس بالنهاية هو رح يحصل على الجنسية اللبنانية، ما فيك تشتغل له ممنوع، بدنا نلاقي طريقة قانونية. هيدا في سابقة صايرة يعني مع فوغل، مع فوغل صح. مشان هيك خلينا اليوم مركزين على منتخب لبنان، ما يعطل الهم الأندية، ما رح نعمل بيرتورباسيون للدوري ولا يعني شيء. شغلين على هذا الموضوع، عم نشتغل على الموضوع، بس برجع بقول لك بتمنى من الدولة اللبنانية تدعمنا بهالمرسوم، الجمهور اللبناني يدعم منتخب لبنان. عم تتواصل بالنسبة لهذا الشيء مع وزير الرياضة، مع رئيس الجمهورية، مع يعني في ثلاثة بيمضوا المرسوم، فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس وزراء، ومعالي وزير الداخلية، الملف بوزارة الداخلية لنشوف شو بده يصير. يلا ان شاء الله خير، بتمنى لكم التوفيق اكيد.